النهاردة في الفلوج هنعمل تجربة فريدة من نوعها، مش عارف والله هنعرف نعملها ولا مش هنعرف، بس هنحاول. النهاردة هحاول أقضي يوم كامل من غير فلوس ولا كاش ولا كريدت كاردز ولا أي حاجة، مش همشي بشيلن في جيبي. في نفس الوقت هنحاول إن احنا نستمتع باليوم وناكل ونشرب وكل حاجة. تفتكروا نقدر؟ يلا بينا. لا انت رايح فين؟ احنا هنخم من أولها عربية يعني بنزين ومش عارف ايه، وانت قلت من غير فلوس. اتكل على الله. طيب اول مكان جبتكم فيه هو متحف الرويال ارميز. المتحف ده هنا في ليدز بيضم جميع ادوات الحرب، الاسلحه والمعدات وكل الحاجات اللي كانوا بيستخدموها زمان في الحرب، وعلى مدار العصور بيوريك ازاي ان الالات والادوات دي اتطورت. احسن حاجه في المتحف ده انه ببلاش، عشان كده طبعا انا جبتكم النهارده عشان احنا معناش فلوس. فتعالوا كده خدكم لفه سريعه افرجكم على بعض الحاجات اللي موجوده هنا. طبعا احنا مش هنغطي المكان كله بس اديكم نبذه عنه. بجانب الجولات اللي بيقدموها هنا في المتحف، يعني انت ممكن تمشي مع جايد ويشرح لك كل حاجه هنا في المتحف، في برضو شاشات زي دي. عندك هنا مثلا ثلاث زراير لثلاث مسدسات، وكل زرار يشغل لك فيديو يشرح لك بالظبط ايه المسدس ده ويشتغل ازاي والكلام ده كله. زمان اهم حاجه عند الفارس كان هو الحصان بتاعه، بيقول لك كانوا بيحبوا الحصانه جدا لدرجه ان هم يبنوا لهم زي درع يحميهم من جميع النواحي عشان في الحرب الحصان ما يتاذيش من الاسهم والسيوف. زمان كانوا بيستخدموا الفيلة عشان يصطادوا النمور، الصيادين يقعدوا فوق كده زي ما انتم شايفين، والنمر يعني يقعد يحارب بقى مع الفيل، وفي الاخر الفيل هو اللي بيتسحل يعني. طب انا هنا ماشي بالصدفة في رويال ارميز بنت يوسف. انا متابعه والله من زمان، بتفرج على القناة بتاعته على اليوتيوب، انسان محترم كتير وبيقول حاجات كتير تفيد الناس. حبيبي ربنا يخليك. ربنا يخليك. خلاص ان شاء الله بقى نظبط يعني، نشوفك تاني لما انت في ليدز بقى. حبيبي والله ان شاء الله. فور سايد معرفتك. فور سايد. مع السلامه. سلام. مع السلامه. مع السلامه. وبكده تكون انتهت النهارده رحلتنا في متحف الرويال ارميز. بنصح بيه جدا يعني، لو في اي حد هنا في ليدز او جاي يزور ليدز يجي يزور المتحف ده، ولو معاك اولاده كده هيبسطوا يعني، لان في شويه حاجات تبسطهم جوه. دلوقتي انا جعان فمش عارف ممكن ناكل ولا ايه. جيت هنا عشان اتغدى في ماكدونالدز، طبعا زي ما اتفقنا النهارده كله ببلاش يعني مش هدفع فلوس، فخلينا اشرح لكم ازاي هناكل في ماكدونالدز ببلاش. انا دلوقتي في ماكدونالدز، المفروض ان انا هعمل اوردر. ماكدونالدز كل فتره يبقى عندهم حاجه اسمها لعبه مونوبولي بينزلوها، ويبقى في اوفرز وحاجات كده. تعالوا الاول نطلب وبعد كده ايه اشرح لكم. هذا هاي كان اجي فيش او فيليت برجر ميل. Do you want a drink? Diet Pepsi, please. Hi there. Just drinks. Thank you. Would you just pop up there one for us, please? Yes. Just wait a couple minutes to be fine. All right. طيب احنا جبنا الاكل، وخليني اشرح لكم سريعا ايه موضوع مونوبولي ده. مونوبولي ده بتبقى حاجه بتعملها ماكدونالدز كل فتره زي ماركتنج كامبين، بينزلوا ستيكرز على الاكل، على البطاطس وعلى المشروب وعلى البرجر، ولما بتشيل الستيكر ممكن بقى يطلع لك تحتيه وجبه تانية، او يطلع لك تحتيه ايس كريم، او لو ما كسبتش حاجه فوريه ممكن تجمع الستيكرز في زي البوم كده وتكسب بقى جوائز تانية. فخلينا كده نشوف هنكسب ايه النهارده. ده اول واحده من على البطاطس. طيب البطاطس ما كسبتش حاجه، مفيش حاجه على البطاطس. خلينا نشوف المشروب ده. ده تشيز برجر. خلينا نشوف البطاطس التانية. يبقى دول بس الأربعة اللي كسبوا والباقي ما كسبوش.
فأونا دول. Can you do these meats, please? What do you want? The cheeseburger and fries and diet coke, please. الموضوع محرج شوية بس عادي يعني. وبكده تكون اتحلت مشكلة الأكل الحمد لله. ماكدونالدز من الأماكن اللي أنا يعني صراحة بحبها جدا كبزنس. خلينا ناكل واقول لكم ليه. اكتر حاجه بتعجبني في ماكدونالدز هو اهتمامهم بالعميل، اهتمامهم بان انت تيجي لك الوجبه في اسرع وقت. لما تيجي هنا ماكدونالدز تطلب طلب ما بتقعدش دقيقتين ثلاثه بالكثير بيكون الطلب معاك. فكره ان انت جعان وعايز تاكل ومش عايز تستنى كتير مهمه جدا عندهم، بيهتموا بيها قوي، واعتقد ده اللي بيميزهم عن اي حد تاني. بيحاولوا دايما يطوروا من نفسهم في سبيل ان هم يريحوا الناس اللي بتيجي هنا. يعني دلوقتي عندهم تابلتس عشان الاطفال لما بتيجي وبتاع عايزه ترفع عن نفسها، فعادي بقى اول ما يستنوا الاكل ممكن يقعدوا يلعبوا على التابلت. ودلوقتي عشان يقللوا عدد ساعات الانتظار ويقللوا الطوابير والكلام ده كله، عملوا الشاشه دي بحيث ان انت ممكن تيجي في اي وقت عايز تطلب بدل ما تروح الكاشير تيجي تطلب من هنا، سواء انت عايز تاكل في المحل او تاخد تيك اواي، وتاخد الطلب بتاعك تمام وتدفع هنا وخلاص على كده 100 100. طيب دلوقتي بما ان احنا اكلنا فبفكر بقى ان احنا نروح نعمل اي حاجه نهضم بيها. في العادي كنت افكر نروح الجيم، بس طبعا احنا متفقين لازم نعمل كل حاجة ببلاش، فندور بقى على حاجة نهدم بيها. فكره ان انت تروح الجنينه اللي في اخر الشارع وتتمرن وتلاقي فيها اجهزه، حوار جامد قوي وببلاش. اللي هو لو معكش فلوس او الجيم قافل او انت اصلا مكسل تروح الجيم، انزل الجنينه اخر الشارع وتمرن. اعتقد كده النهارده الواحد مش هيحتاج يروح الجيم، هضمن الاكل الحمد لله ومية مية. كل الأجهزة دي متاحة هنا في الجنينة عادي لأي حد، يعني شباب أطفال في أي وقت صبح بالليل يجي يتمرن عادي وياخد تمرينته. من الحاجات اللي بحبها جدا هنا هي الأجهزة دي، وفي جناين تانية هتلاقي فيها أجهزة أكتر عقلة وبتاع. طبعا في الصيف هتلاقي ناس أكتر بتستخدم الحاجات دي، لكن في الشتاء مفيش حد مجنون زي كده بيطلع في البرد ويتمرن. طيب أكلنا وخرجنا واتمرننا، تعالوا بقى نروح نركن العجله دي في حته تانية واخدكم ونتمشى شويه. فاكرين في الفلوج بتاع هادرسفيلد كنت قلت لكم هوديكم السوق الشعبي في ليدز؟ انا جبتكم هنا في منطقه شعبيه، مش السوق الشعبي، لا منطقه بحالها شعبيه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ايه مثلا محل بيصلح ثلاجات وغسالات، الكلام ده في العادي في المناطق العاديه في ليدز ما تشوفوش. اغلبيه المنطقه هنا ناس رايق. بصوا حتى هنا مستغربين، يعني مين اللي ماشي بكاميرا ده؟ يعني تخيل تبقى ماشي بكاميرا في منطقه شعبيه، حوار برضه. المنطقه دي اسمها هير هيلز، اغلبيه سكان المنطقه هنا من شرق اوروبا، دول شرق اوروبا وباكستانيين وهنود وكده. بصوا عادي انت ماشي وفي سوق جنبيك اللي هو ممكن تلاقي شراب بجنيه وشرابين مش عارف بكام وتوك وكل حاجه. المناطق دي بقى تفكرني بمصر جدا، اللي هو يعني الخضري وتاخد كيس وتعبي الفاكهه بتاعتك وتنقي وبتاع، نفس الجو اللي عندنا بالظبط. حتى اغلبيه السوبر ماركتس اللي هنا ما بتبيعش الاكل العادي او الحاجات اللي بتتباع في السوبر ماركتس العاديه، لا بيبيعوا اكل معين خاص بالاوروبيين وكده، عشان يعني بما ان المنطقه دي بتاعتهم. انا جيت هنا في شارع جانبي عشان عايز اوريكم شكل البيوت، لان حتى شكل البيوت هنا مختلف شويه. دي بتبقى اغلبيتها اسمها كونسل هاوسز، اللي هي بتوفرها الحكومه للناس اللي ما عندهاش المقدره ان هي تشتري بيت او ان هي تأجر بيت، فبيقعدوا في البيوت اللي هي دي كونسل هاوسز. بس كده حبيت اديكم نبذه سريعه عن المنطقه من المناطق الشعبيه هنا في ليدز، وعايز الحق ارجع بقى للعجل عشان الصراحه المنطقه دي عليها سمعه مش تمام. وبعد كده بص واحد بيبص
وبعد كده اخدكم بقى ونروح نسترخي في مكان ما. الجو يا جدعان متقلب جدا، يعني 5 دقايق شمس وبقيت الوقت ضباب. مش عارف اصلا انتوا شايفين الضباب ده في الكاميرا، اعتقد هيبان اكتر في مشاهد بتاعت الدرون. والجو ساقعه والدنيا ضباب، واحنا اللي طلعنا من البيت بالعجله. اخر مكان جبتكم فيه النهارده هو جنينه راوند هي بارك. ما ينفعش تيجي ليدز او تزور ليدز الا لما تزور راوند هي بارك. جنينه كبيره جدا، فيها مناظر طبيعيه جامده، فيها ملاهي صغيره كده للاطفال، وفي بط ووز، يعني لو جبت اولادك هيستمتعوا جدا هنا. حتى لو انت يعني عايز تسترخي او عايز تقضي وقت مع نفسك، القعده هنا حلوه. وفوق كل ده انت ممكن تيجي تقضي يوم كامل هنا ببلاش، فعشان كده احنا جينا النهارده. يا رب يكون الفلوج النهارده عجبكم، يعني حبيت اعمل حاجه مختلفه. ولو عايزين تشوفوا حاجات زي دي تاني ممكن تبقوا تكتبوا في الكومنتس لو عندكم اقتراحات او في حاجات حابين تشوفوها. حاجه اخيره، انا خلاص الحمد لله حجزت الطيران لمصر، فهنزل اجازه باذن الله في نص شهر 7. مش قادر اوصف لكم الصراحه الفرحه اللي انا فيها، يعني حاجه زي دي بتحصل في السنه مره، وببقى دايما متطلع ليها عشان اشوف اهلي واصحابي. خلاص يعني الواحد بيعد الايام والليالي، وفي نفس الوقت ان شاء الله في فلوجز مختلفة تماما هتتصور في مصر، حاجات يعني ان شاء الله تبسطكم باذن الله. بس كده، اشوفكم ان شاء الله الفلوج الجاي، عشان لسه عندي مشوار لحد البيت. السلام عليكم.